صباح الخير عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن ردا على صحافي بارد الكتاب الموظف المطرود في تدوينة جابها في واحد الفيديو يستهزأ من رئيس المجلس الجهوي الدكتور خطاطين جاب ويستخيف ممن ينورون الرأي العام بالحقيقة. ساق ما نبدأ في الموضوع لهي نقول واحد مثال يقول أعزكم الله الكلب يشوف لا نواويش الكلاب الثانية أما نواشته ما يشوفها، وهذا بحال بعض البشر اللي يقذفوا ويتنمروا وما يشوفوا عيوبهم. إذن ذاك اللي رسلك قلت لك أنا في السابق أنك إذا كنت قلت عنك صحافي نزيهك مرقنا الفترات الانتذابية بالقويرة اللي كانت فيها تقريبا 2 مليار درهم في كل سنة منين كانت تمشي. نحن كأولاد القويرة كانت سائلوا على مصير هذه الأموال، ونزيدك أنا كل واحد معروف كيفاش جاد الداخلة، كان اللي جاد الداخلة نعالته مقطوعة ولا عنده شيء. يعني هاد الأموال الطائلة وهاد الملايير اللي عندنا نشوفه عند واحدين هون في الداخلة أعطونا المصدر ديالها. أنتم حدكم تخلطوا في ذا الراجل، ما علمناه في هذا الرجل أنه جاء للدخل الحمد لله مفتو وأمواله وكل شيء. غير ذا اللي راسلك، أنا خصو بذكر ذا اللي راسلك يقولنا مصدر أمواله من منين. نحن خاصنا نشوفه مصدر الأموال من منين، اللي هاي الجهة اللي قاعدين تزحفوا على كروشكم على بطونكم من أجل الحصول على مقعد والفساد، ممارسة الفساد اللي مارستوه هذه السنين. إذن نقول لك منهم إلا عاد عندك دليل، نقولها لك إلا عاد عندك أنت دليل ولا سيدك ذاك من أعضاء المعارض ما يطلق عليه أعضاء معارضين. إحنا عندنا في الداخل معارضة ما عندها حتى شيء هدف أو شيء رؤية اللي نقدون نواجه نمشي معهم في معارضة من أجل معارضة، معارضة من أجل الحقد والحسد. معارضة عطونا برامج ديالكم باش حتى نحن نمشوا معكم فيها. إذا المعارضة اللي عندنا هي معارضة ضعيفة، معارضة لا قيمة لها. كان حي من هذا المنبر أعضاء المجلس والجهات الداخلة وداب كل من اسمه وكل من مكانه. أنتم عليكم الفعل وأنا علي ردة الفعل، هذا شيء طبيعي. لهذا نقول لك لك أنت واللي راسلك إلى عد عندكم نقطة دليل على أن إدريس ولد محمد ولد المختار ولد عمر أنه تلقى 4 قيات من المجلس الجهوي لجهة الداخل والذهب، أفضحوني يا أخي قدام الملك. أنا ما نحصركم تركوش. أما الكلام قال لك لسان المبلول ما غالب اللي يقول. أنا قد نقعد وراء الفيس وقد نكتب، أنا ما نتكلم، أنتم عليكم الفعل وأنا عندي ردة الفعل. نحن كنعملوا للأجيال الجاية لأولادنا، ما نحن مشينا وقلتها في السابق توظفنا وقلعت منا وظيفنا، خدمنا معكم في الانتخابات ونجحناكم، ما يقرر فيكم الخير، والله ما يقرر فيكم الخير. كنت تجول ديارها وتحبوا قد يمرق واحد منهم من هذا اللي قاعد يقطفوا فينا يقول كذيبة. باش نعطيكم انتم من هما، انتم درنا منكم مدة غير انتم لا شيء، وكل واحد يخدم بأصله. أنا نخدم بأصلي وانتم تخدموا بأصلكم، أصلكم هو الغيبان جليا للرأي العام. ياك ما شكل عند الفيديو اللي معدلين هذا راه ينم على تربيتكم وعلى أصلكم وعلى توجهكم الانفصالي والعنصري. وهون نبلغ ساكنة جهة الداخلة وادي الدهب أن المشاريع الكبرى
اللي أعلن عليها صاحب جلالة الملك محمد السادس أمره النصر والتمكين، راح المجلس الجهوي جهة الداخل والدام ينفذها واحدة واحدة، وراح ما يقدر يعدل خطأ شيء ولا أي عضو من أعضاء المجلس الجهوي يعدل شيء إلا بموافقة السلطات المحلية، ولا كانت مسألة غير قانونية يقولوا موقفوا. بالنسبة للخلاص جاءت رسالة من السلطات هذا على علمنا، وقفتوا وعوضوا من الخطاط ما قلتها في السابق. بالنسبة للسكن الاجتماعي ما يقدر الخطاط يعطي دار، لا ما وافقت عليه السلطات المحلية. نعطيكم شكاية، ما يبقى حد يطلع على إنجازات ذا الراجل وعلى إنجازات المجلس الجهوي وجهة الداخل والدام. ونقولها مرة ثانية، أنتم عليكم الفعل وأنا عندي ردة الفعل، لأن جميع التنمرات وجميع الشوه اللي تعدلوا هي خدمة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة. وأنا كنور الرأي العام الجهوي والوطني باش يكونوا الحيطة الحيطة ثم الحيطة الحطر من هذه الخونة ديال الداخل. عندنا خونة في جميع المجالات قمت لكن ما يتخزن. قالها الحسن الثاني، تعمار خاصك دير 4 تمارات الداخل وتعمارة واحدة للبرة لعدوبين، غير دول لأنهم متوسين منا تشوف وجاههم وكأنهم أولياء الله الصالحين وهم من أخبث خلق الله. تعاملنا معهم دخلونا الحبس ظلما وعدوانا، تآمروا دفعوا الرشوة ما خلوا ما عدلوا، ولكن ديما ماركين منصورين. انتم تكلموا وإحنا عندنا ردة الفعل. هذا هو اللي نقول لكم، تهديدكم ما يزيدني إلى غضبا، والله من يخيف منكم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا. الفاسد يبقى فاسد، لعنة الله على الفاسدين، والخونة ما ظهر منهم وما بطن. قلتم في الأمس والدرات شو الشلح ينصخوا الشلح ولا اعتزلني الشلح، يا غير نتكلم بوجه المكشوف. المتلة واحدة مفروض علينا، ميثمتين معروف فيكم الغدار، إذا ما يهمني جلسكم لا حد يحصل، لا تضرب تحفروا اللي تحفر حفروا حتى يعني لا مرق من اللي يدفنكم دوما فيها. سمعت يا جبناء ومرقوا فيديوهات ما خالق شيء ما تمرقوه حويقركم، لأن هذا كينم على أصلكم. وتحية تقدير وإخلاص للصحراويين كامل المغاربة من شتى القبائل، أنتم فوق رأسنا نحترمكم ونقدركم. هذا هو اللي نقول، عاش المغرب موحدا من الشمال إلى الجنوب وراء القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء للخونة. نقول لكم أن أي مشروع تقدم به جمعية توسد ولا الجمعيات اللي نحن داخلين فيها وترفضوه لينفضحوه قدام الرأي العام، نقول للناس اللي تابعين لي اللي الجمعيات عندي تقدمت المشاريع السنة اللي فاتت وتم رفضها كاملة من المجالس المنتخبة اللي رزقت لها من المجلس الإقليمي ديال الداخلة ومن المجلس الإقليمي ديال وسرت، ترفضت دون تعليل سبب الرفض. أي جمعية نديرو كيعكسونا فيها، أي مسألة كنديرو كيعكسونا فيها، لأن لوبية الفساد راهم داخلين مع بعض الأشخاص اللي عندهم زمام الأمور. وكنحيي من هذا المنبر السلطات المحلية اللي شد الحيال، تحية تقدير وإجلالها، وتحية للسيد والي ولاية جهة الداخلة والي الدهب السي بن عمر، الله يحفظك والله يخليك لنا وراء السياسة الرشيدة اللي صاحب جلالة محمد السادس نصر الله. أي مسألة ديرو أنا اللي نفضحها، أنتم عليكم الفعل وأنا لي ردة الفعل. هذا هو باش نقدم، هذا هو باش نتم نحاربكم. ما عندي ثاني، كون لسانه وتعالوا قطعوه لي.